أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه، أرسله الله رحمة للعالمين، بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه، وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأشهد أن الجنة حق، وأشهد أن النار حق، وأشهد أن الساعة حق، وأعلم أن الله على كل شيء قدير، وأعلم أن الله عزيز حكيم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحصى كل شيء عددا. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ربنا سمعنا وأطعنا، فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه التحية تأتي في إطار الجهاد في سبيل الله، ونصرة لإخواننا المسلمين أهل السنة في أقصاع الأرض وفي كل مكان، امتثالا لأمر الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فانصروا فعليكم النصر، وامتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من شعب النفاق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. اللهم اشهد، هذا جهادنا في سبيل الله، وهذا نفيرنا، وهذا نصرتنا لإخواننا في كل مكان، في الشام وفي أمهرة وفي بنغلاديش وفي كل مكان، من أهل السنة، وهي دعوة إلى أهل السنة في العالم: يا سنة العالم اتحدوا، يا سنة العالم اتحدوا، يا سنة العالم اتحدوا. إخوتنا في الشام، ثبتكم الله، نصركم الله، آواكم الله. وأخوتنا في أمهرة، آواكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، وفقكم الله، أيدكم الله عز وجل سبحانه. وأخوتنا في كل مكان، وحيث وجد سني واحد أو سنية واحدة، فهذا الدعاء وهذا هنية تشمله بإذن الله السميع العليم. وما علينا إلا الأذان، وعلى الله البلاغ، فهذا أذاننا، فاللهم بلغ، اللهم بلغ، اللهم بلغ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير. إخوتنا في أثيوبيا، إنكم تجاهدون قوما من أشد أعداء الدين، وهم النصارى الصليبيين الأرثوذكس. جهادكم
ورباطكم متواصل، رباطكم يشهده الله والملائكة والرسل بإذن الله السميع العليم، ونشهد عليه بما أطلعنا الله منه سبحانه عز وجل، وننصركم بإذن الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فإن الدعاء سهم من سهام الله لا يخيب. وأخوتنا في الشام، أعداؤكم مجوس الروافض، لا والله ما غلبكم اليهود وما غلبكم النصارى إلا بطواطئ من الشيعة المجوس عليهم لعنة الله. فاثبتوا، اثبتوا، اثبتوا، قدر الله عز وجل جهادكم أن يكون بالقتال، وقدر الله جهادنا أن يكون بالكلمة، فجهادكم في موقعنا لا ينفع وجهادنا في موقعكم لا ينفع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن مثلنا ومثلكم هو ما جاء في قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنتم الفرقة ونحن الطائفة، وكلنا من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا على خطى سيدنا ومولانا إمام المجاهدين وسيد الشهداء سيد العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتنا في بنغلاديش، وإخوتنا في اليمن، وإخوتنا في كل مكان، اعلموا أن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولكن بشرط أن تدافعوا أنتم عن دينكم وعن عقيدتكم. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، هذا ما وعدنا الله به، ولكن إذا رأينا الذلة تأكلنا وتنخر مجتمعاتنا فاعلموا أنما الخلل فينا وليس في وعد الله ولا في وعد رسول الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإذا قلنا إننا من الذين آمنوا ولم نرى دفاع الله علينا فلنعلم أننا لسنا من الذين آمنوا، فإن وعد الله حق والله لا يخلف الميعاد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بشرط فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي لعلهم يرشدون. بأي حق ندعو الله أن ينفذ فينا وعده وأن ينصرنا ونحن قد خذلنا ديننا، خذلنا عقيدتنا، خذلنا إسلامنا، خذلنا إيماننا، خذلنا إحساننا، خذلنا نبينا، خذلنا أصحاب نبينا؟ بأي حق؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله، صدق الله فيما قال، وصدق رسوله فيما بلغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.